طب فريق دعمه والله يوفقهم ان شاء الله. والان نبغى نسال بعض الناس اللي اخذوا الاراضي اللي ما ندري وش سووا فيها. وين اللي اخذوا الاراضي من امس؟ تعال انس. السلام عليكم انس، كيف السلام؟ هلا وسهلا، اخبارك؟ انت من يوم صرت اخذت معرض العطور صرت صرت كيوت وهادي. وين اللمس؟ الارض هذه. فالارض ها؟ الارض. وش ناوي تسوي فيها؟ هلا ارحب، اخذت ارض انت بعد؟ تمام، واحد واحد. طيب علمني. نبي نسوي اشياء جميله جدا باذن الله، ترقبونا اليومين هذه، اول يوم بكره ان شاء الله باذن الله نجهز. وش الافكار اللي عند انس اللي يقول انا بسوي ارض؟ هذه فكره جديده. تكون كيف اوصف لك فكره جديده؟ اراضي يعني، انا وش استفيد انا يا انس؟ انا وش بقدم فيها؟ هل انا بخليها ارض وبجيب لي فرشه زي ما يسوون الشباب عزبه، او انس عنده يقول لا انا عندي فكره مختلفه، او عندي كذا؟ انا عندي افكار مو فكره. حلو. لكن مو ودي نحرق كل شيء. حلو. انا قاعد نرتب الحين وش الفكره اللي نطبقها، اجينا موافقه بس نفذناها على طول. يعني الى الان ما اخذت موافقه على الشكل المطلوب؟ لا الى الان ما اخذت الموافقه على الشكل المطلوب. حلو. ويشوفون ان شاء الله باذن الله. طيب عارف. طيب ما راح تبيع الارض الاسبوع الجاي؟ اذا جاء مكسب بعنا. والله اذا جاء مكسب وما راعي راضي شريت رجع ما بي اي. الله يوفقك ان شاء الله، يكتب لك الخير وانا متامل الخير. يا رحب يا شيخ، ها كيف حالك؟ وش سويت برضك الى الان؟ الارض انا بسوي فيها جلسه طعمه. وش جلسته يعني؟ انت شاري الارض بنقاطك، انت تعبان ما جايتك بلاش، بس جلسه كذا ضحك وناسه وسوالف وقصيد ما فيها رسوم؟ طيب كيف؟ لا اللي بيجلس عندك خله يدفع. لا وش فيها؟ لا ما فيها، خله يدفع. لا لا ونقاط هذه، هذا بزنس هذا. ان شاء الله ما تنجح. لا طلعت مع ابراهيم ما حد نافع يقول هذا ارض فلان يبي ياخذ. تدري لو طلعت مع ابراهيم بيورثونها؟ لا لا ما ورث يصير. يستاهلون يستاهلون. كيف كذا؟ طيب وش ناوي تسوي فيها ان شاء الله؟ والله بحط فيها جلسه ويجون الشباب فيها قصيد وضحك وناس. هو يعني بس تكون راح جلسه، تكون جلسه بس زي الجلسات المتعارف عليها. اللهم حلوين. الله يوفقك ان شاء الله. ومتى بالضبط؟ بكره ولا بعده؟ بكره ولا بعده. تمام باذن الله، توعد فيها الجمهور. طيب من اللي اخذ برضو المتجر؟ انت شو اخذت ارض؟ تعال. الان هي كلها راحت، العقدتين كلها تعارفيه شباب. الان احنا لازم الاسبوع الجاي يكون كل شخص عارف وش اللي له واللي عليه. ارحب الشيخ، كيف حالك؟ اخبارك؟ يا مرحبا. انت اخذت الجلسه اللي ورا صح؟ الجاهزه اللي بالزاويه. هل عرضوها الان ولا باقي؟ لا والله باقي، بس في تنسيقات باقي مع الاداره. طيب عشان رتب قبل افتح الجلسه. طيب ماكي كميوت. طيب وش الشيء الجاهز بالجلسه؟ الشيء الجاهز يعني وش اللي يميزك انا يا فلان؟ وش يميزني عن غيري؟ مواضيعي اللي راح اطرحها في الجلسه. مواضيع انا ارتكز على مواضيع ان شاء الله راح تكون مختلفه وراح تكون يعني يعني ولا قاطع كلامك. اللي ما يجيب مواضيع تفرك الجلسه سامجه. انا ما اقلل، انا انت سالتني عن ما اقدم الجلسه، وش فرقي عن الجلسه؟ انا اقدم مواضيع. انا ان شاء الله ارتكز على مواضيع راح تكون مختلفه وراح تكون مثريه للمشاهد. للمشاهد للمشاهد يعني ان شاء الله للحاضرين بشكل اكثر لانهم عايشين معنا نفس الحدث. لازم بدون حاضرين وش يقول؟ الجنه بدون ناس ما تنداس. طبعا الجنه بدون ناس ما تنداس. الله. طيب. صحيح. وش الغير موجود بجلستك غير عن الشباب؟ وش الموجود غير مواضيع وغير ايش الموجود؟ ايش مجهزينك؟ ايش ريحوك انت شخصيا؟ تكلم الناس هنا وش ارتحت منها؟ في بعضهم يقول والله بجيب لي مثلا خيمه يروح يكلف. انت وش الموجود عندك؟ هل شفتها ولا باقي؟ احنا بالنسبه للخيمه ايه؟ مثل بالنسبه لاخوي انس اعطوها ارضيه، فالارضيه تتيح له مساحه انه يحط فيها خيمه او غير الخيمه. طب وانت لكن بالنسبه لي انا جلسه جاهزه، لكن تحتاج بعض اللمسات وبعض الترتيبات اللي ان شاء الله راح تكون بشكل هل مضايق. تشوف انها تستحق انك زايدت عليها كل هالمزايده؟ اي طبعا طبعا. احنا هنا بالمكان هذا ما في احد خاسر باذن الله. لو جاء احد يشتري منك هذه تبيعه؟ لا طبعا. لو مكسب؟ لو مكسب الا كان الاسبوع الجاي في حال اني بغيت ابيعه. السبب الوحيد اللي يدفعني اني ابيع الجلسه الاسبوع الجاي انه اتاحت فرصه لاحد زملائي. جميل. بس ترى على قولتهم قبل تتيح لاحد انت يتيح لك ابراهيم وتروح منه. لا استغلها بالشيء اللي يعطيك. احنا بالبرنامج هذا ان شاء الله نفسنا مدي اكيد باذن الله. وعد اجل. خلاص الله يوفقك ان شاء الله. مرحبا. طيب اللي اخذ المتجر وين؟ تعال مازن. ما شاء الله. الله عارف هذا شريكك بالمتجر؟ اي نعم. يا مرحبا. انتم الان الاهميه وانتم الشباب اصواتكم بالله عليكم اصوات. انتم الان تقريبا الاهم يعني والاصعب والشيء اللي محير. انتم كمتجركم وش بتحطون فيه؟ والله ان شاء الله ما من صعب، ان شاء الله من الصعب انه بيسهل ان شاء الله. طيب وش بتحطون؟ نعم وش بتحطون؟ بضيف براندي الخاص، براند روشن للعطور. عندك انت براند خاص؟ اي نعم. حلو. وبننافس ان شاء الله الشباب ان شاء الله على طيب باذن الله. حلو. طيب
خوي شريك انت صح؟ اي نعم. تبي تشاركه برضو بنفس الوقت بالمتجر؟ تبي تشاركه بالمتجر روشن؟ اي حلو جميل كلنا واحد بس نعم. تمام يعني الان انا والله اللي سمعتك تبي تفتح فيها حلاق اول قالوا لي لا لا ايش دعوه حلاق لا 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 بالله الا عطور وبقول لاخوياي والحلاق من اللي قال بيفتح حلاق ما ادري ما ادري طيب العطور طيب واجد ليه ما تفتح لنا مطعم والله انا هذا براند ليه ما تفتح لنا مطعم الحين انتم ليه ما حطيتوا لنا متجر مطعم يا اخي على الاقل يعني مقدم يجي يشبع المفروض يوفروا هاي كلنا تدهنت وتعطرت وانعدمت لا اخي ما هي هي منافسه وبالعكس ترى اللي زي كذا يصير به منافس يعني ايش توعدون فيه مازن طيب انا يعني انا يا مازن ايه دقيقه بالله عليكم ايه شباب ريلاكس صوت انا يا مازن اخذت المتجر الان اخذت متجر فاضي والشباب اخذوا متاجر جاهزه انا يا مازن وش اوعد الجمهور وش اوعد الشباب فيه كمنافسه وش راح اقول ايش راح اتميز عنهم اوعد الجمهور باذن الله بعطور تبيض الوجه وانا حاط ضمان ذهبي اذا ما جاز لك العطر او ما كان ثابت حتى لو انك مستخدم فوق النص ابد رجعه وما لك الا اللي طيب حلو جميل يعني لنا فهمتها زي ما تقول متجري واتحكم فيه على مزاجي نعم نعم طيب كم شارك فيه اخويك معك انت كنت موجود لم يفصح عنه لم يفصح عنه ايه موجود وش كنت لعبه ما انت لابس امس موجود اخويك إيه موجود لا بالله موجود ايه غريب امس لابس ثوب شماغ انا ايه والله ما ادري ناس ايش كنت لابس ابا ايه ثوب شماغ لا لا في 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 ما ظنتي موجود ابا لا لا كان موجود طيب كم شاركت طيب كم شاركت معه 500 500 ايه وانت كم شريتها كامل 500 لا انا شريت ب 1000 يعني ما خسرت واجد لا صفتوها لا ما عليه ان شاء الله الله يوفقك يا مازن ان شاء الله باذن الله قدام باذن الله تعالى الله يوفقكم ان شاء الله ويكتب لكم اللي فيه خير طيب زي ما انتم شايفين عزيزي المشاهد اليوم كل عرف وش اللي له واللي عليه وانتم شخصيا عرفتم تسابقكم المفضل وش اللي له وش اللي عليه كذلك تقريبا الان الصوره واضحه واتضحت لاغلب الشباب من شراكه لان البارح لما انهينا الحلقه صارت شويه تكدسات بسبه اللي هي من هذا الشركة كيف أشارك كيف أدفع هذا يوافق طيب هذا ما هو موافق طيب هذا قال لي انصف هذا قال لي لا تدفع شيء وهم مجبور أنه يدفع شيء يعني كل شخص أكيد كل شخص فيه الطيب والكرم لكن هذا بزنس واللي ما يعاون رفيقه ما مستفيد شيء بدل ما يدفع بألفين إلى 3000 أنا أشوفه نقطة حلوة بيصير معه 1500 نقطة طيب الآن شفنا تقييمكم على السريع بس في نقطه انا بقولها لكم شباب يعني شفتها اغلبكم انا ما ادري شو السبب اغلب الشباب مو حافظين يعني انت تخيل انك انا جاي زبون حلو وتقرا قدامي الاشياء تفضفض وتكلموا عادي وش احنا ذمه وامانه وضمير عندنا يعني بشي. يعني ما عرفتوا المعلومات الا تو الان ما عرفنا شيء الحين حلو حطوا على الشباب شباب اسلموا حلو ما جاتكم معلومات الكافية حكم انه اول يوم يمكن اول يوم حلو حلو معذوري المكونات يعني ما اخذتوها الا قبل شوي قبل حلو حلو اعطيتك تصنيفاتها يعني بس حلو سلطان العود ما فيها حلو معروف ايه الرجال كلهم يعرفونه لا احنا نسوي المشكله والمطابق يعرفونه احنا انتهينا من التسويق بس ايش المشكله يعني صعدها يعني بدون حتى لو ما جاتني معلومات تعال سلطان تعال شوف تعال خذ العود تعال حليله ها ايش تقول الحين انا اسوي سؤال شلون اقول لك هذا وش هذا هذا هنود طال عمرك حتى لو ما فيه احد يتكلمك عنه ما ابغى انت انا زبون طب اقول لك ما ابغى انت واحد كيف تقنعني انا بعرف انت واحد بالمية بس ليه يعني انا صار. يعني انا من الواحد مين ماني مهم يعني لا مهم ان شاء الله توك تقول مهم وجمهورك مهم لا لا انا زبون اتركني مقدم انا زبون انا زبون اقنعني الحين هذا دهن عود لا حطيته ايه يبقى مده طويله شوف طب انا ما ابغى مده طويله طيب طيب اذا حطيته داوك العرب كله يسلم عليك ما ابغى احد يسلم علي طيب اذا حطيته هذا شيء رجع لك ما ادري اقول يا اقنعوني انا بس اقنعني هذا دهن عود يعني كذا اقنع غصب اي انسان فيه خير شباب اصواتكم شباب واي انسان طيب واي انسان سبحان الله اللي له جاذبيه طيب انا لو زبون وانت بتقول لي كذا تبي تمسكه وتبي تقنع شوي تضربني تقول عطر لا 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 دقيقه لا تعطل الله يرحمه بقول لا تعطل دقيقه دقيقه الحين جاك زبون يا سلطان وانا اسمع انا محمد معك الزبون ما انت جاي تقول له خذ يا ابن الحلال كذا وش تقول له انا زبون السلام عليكم جرب اول شيء بس واعطيه معلومات واسمه اول شيء بجرب ما جت المعلومات عادي تكلم ما جت المعلومات ما جت المعلومات لا جت
جات مناشير مصري وفي مروكي بعدين احنا يا اخي بالمنطق أيه. لازم معلومات صح. انت يا جيت الطيب اللي من الله شميتها بنفسك أيه. شيء معروف يا اخي ما يحتاج مسوق معروف هذا مسوق عود شاطر دايم المحلات ذي العود حتى رديه طيب عود هذا كلام عليك صفقه يا شباب اخويكم استاذ صفقه النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفلوس حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني انصحكم اشتروا يا جمهور فلوس يا ابن الحلال اشتروا فلوس اهم شيء دراهم الله يوفقكم ان شاء الله يا شباب يعني المتضح يا جماعه الخير ان الى الان بعضهم ما اخذوا بعض المعلومات الكافيه ولا تواصلوا معه عشان كذا مو قادرين يسوقون زين ومو قادرين نعرض بشكل الفكره التسويقيه لان اليوم المفروض يكون في فكره تسويقيه مختلفه بشكل انه يخاطب وجه بوجه او الكاميرا بشكل عام طبعا الشباب يشوفون ما شاء الله من اول الايام خايفين من الكاميرا اقول لهم واجهوا الكاميرا مو راضين اخذ طيب اعطونا نقاط حق الشباب على السريع كم حلو